هذه آثار الدماء جراء خزان البنزين الذي انفجر بأحد الأطفال. الخزان كان معد لتهريبه إلى لبنان، وهذه هي بقايا الخزان. ولكن السيارة التي كان بها الخزان سحبت من قبل المهربين لكي لا يأتي الإعلام الحر ويصورها. الله أكبر عليهم، هؤلاء هم الشبيحة الجدد، المهربين هم الشبيحة الجدد، شبيحة النظام الجدد. الله أكبر عليهم.